كيفكن حبايبي؟ اشتقت لكم كتير، ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية يا رب. اول شي قومي اعملي فنجان قهوة حتى تشربيه على رواق وانتي عم تحضري الفيديو. فيديو اليوم صورت لكم فيه تحضيراتي كاملة، وانا عم رتب وجهز السفرة وحط فطور لانه عازمة رفيقتي. هي رفيقة كتير عزيزة وغالية على قلبي، عزمتها هي والدتها. فلو حابة تشوفي كيف رتبت ونسقت السفرة تابعي الفيديو للاخير، وما تنسي تشتركي بالقناة وتفعلي جرس التنبيهات حتى يوصلك إشعار بكل جديد. هلا أنا هون فقت بكير وعملت فنجان قهوة إلي ولزوجي قبل ما يروح على شغله. يوميته كان عنده بزنس تريب، مشان هيك لحقت ساوي له فنجان القهوة، لأنه بالعادة بس منشرب القهوة سوا يوم الجمعة. كمان شفتوا حطيت دول الكاسات الصغيرة وعبيتهم مي، بس مو مي عادية عبيتهم، لأ عبيتهم مية زمزم. في رفيقتي كانت من فترة بالعمرة وجايبتلي معها مية زمزم، فحبيت ابدا نهاري بشربها. وصلي على النبي، اللهم صلي على سيدنا ونبينا محمد، حتى اقوم على شغلي وانا بكامل طاقتي ونشاطي. اول شي مديت شرشف الطاولة، انا هذا جايبته من زمان من هوم سنتر، كل فترة بحط شرشف وبغيره حتى ما يدي خلقي، وبنفس الوقت بحس اني عملت شي جديد بالبيت، لانه انا ما بحب ضل على رتم واحد، فبحب قيم وغير الشرشف. عندي 3 شراشف تقريبا، فكل فترة كل شهرين بحط شرشف وبقيم وبدل. يعني حلو التغيير، الواحد بحس حاله انه عمل شي جديد وجدد شي بالبيت. عندي هدول محارم السفرة بيجوا طقم مع الشرشف، رح اطويهم بهالطريقة السهلة مثل ما شايفين، ورح احط لهم خواتم السفرة اللي ساويتهم معكم بالفيديو السابق اذا متذكرين. هلا اللي ما شاف الفيديو رح احط لكم رابط فوق حتى تروحوا تحضروا. ساويت اول مرة المحارم على البطيء حتى تحفظوا الطريقة، ورجعت عدت لكم اياها مرة تانية بس اسرع. اكتبوا لي رايكم بالتعليقات اذا عجبتكم هي اللفة. هلا في كتير لف يعني طرق بلف المحارم، ان شاء الله بالفيديوهات القادمة حورجيكم كيف حلفهم وحنطبقهم مع بعض. إذا بتتذكروا بفيديو مشترياتي ورجيتكم هاي القاعدة الخشبية، وقلتلكم وقتها إنه بتناسب الفطور إذا بتحبوا تحطوا عليها كرواسان أو تعملوها بتشيز بلاتر. فهلأ إجا وقتها مشان أستخدمها، بس أول شي حطيت عليها طبقة نايلون لأنه حسيت إنه الخشبية تبعها ممكن تغب زيت وزفر وتبطل تنضف معي، ومشان أنا ضل محافظة عليها يعني فترة طويلة. أنا من النوع اللي بحب حافظ على الغرض ما أهري بسرعة. هلا انا هون لزقت النايلون مشان ما يزيح معي وانا عم بحط الاكل. هلا هون بديت نسق الصحون وشوف كيف بيطلع شكلهم على الطاولة وشو الصحون اللي بيتناسبوا بينحطوا مع بعض. طبعا ما تفكروا انه فورا زبط معي الشكل واقتنعت، لا ضليت عم قيم وحط وركز لحد ما زبطوا بالاخير وعجبني الشكل النهائي. هلا ساعة اللي بدي احط الاكل على الصحون باخدهم صحن صحن، بزبط الصحن وبحط عليه الاغراض وبرجع برجعه لمكانه.
ليش بعمل هيك؟ لأنه أول شي مشان ما ينعجق مطبخي، مطبخي شوي صغير، وتانيا يعني مشان ضل حافظة مكانه على السفرة، يعني ما غير تنسيق الطاولة، لأنه أكيد التنسيق أخذ معي وقت، مشان ما أرجع أخذ الوقت قبل ما يجوا ضيوفي. أكيد شفتوا إنه رجعت قمت الجات الأبيض وحطيت استاندات صغيرة حتى أرفعه ويعطي شكل أحلى. هلا هدول الستاندات أنا جايبتهم من زمان من علي إكسبريس، وتفاجأت وقتها بحجمهم الكتير صغير وما استخدمتهم، بس سبحان الله هلا صار له نصيب لاستخدمهم مثل قواعد مشان يرفعوا لي الجات. هون بلشت حط الاغراض السهله وما بتاخذ وقت، واهم شيء ما بتنتزع بدون براد. صفيت اول شيء المربى، وهلا عم حط الشوكليت على هدول الستاندات، جايبتهم من نايس. انا بحب هدول الاحجام الاطرميزات، المربى والشوكليت صغار ومنمنمين، وبحسهم مناسبين كتير على الفطور. اخر شي الواحد بياخد له قطرميز بيتحلى فيه، يعني اذا ما بحب ياكل كتير سكريات على الفطور. جبت خبز التوست الابيض، راح اقطعه بالقطاعة اللي على شكل وردة، وبعدين بالفيديو حتشوفوا شو راح احط بين الطبقتين. هلا انا هون ما حاولت اقوي ايدي كتير على القطاعة مشان القاعدة الخشبية ما تنتزع، لانه بالعادة انا بساوي على صحن ازاز. طبعا الشي اللي زاد من التوست ما رح كبه، انا بعمله بطريقتين، اما بيبسه بعدين بطحنه مشان بستخدمه كبقسومات للسكالوب، ما بحب اجيب بقسومات جاهز من السوق، لا انا بساوي بهالطريقة، او بقطعه قطع صغيرة وبحط عليه زيت زيتون وتوم بودرة واوريجانو، وبحطه بعدين بالفرن بيتحمص، ووقت بدي بستخدمه مع السيزر سلاد. مثل ما شايفين زاد عندي هاي الكمية، رح قيمها على جنب وبشوف بعدين شو رح ساوي فيها، اما بقسومات او توست محمص. وهلأ رح حط بين الطبقتين شرحة جبنة بيضة، وفوق على الوش حطيت شرحة خيار، وبعدين الشوكة الخشبية، بيعطي شكل حلو على السفرة وتغيير عن الشي العادي. جبت صحن التقديم من على السفرة وبلشت صفهم واحدة واحدة. مثل ما حكيت من قبل، انا بجيب صحن صحن بعبي وبرجع بحطه على الطاولة، بهالطريقة ما بيتكركب المطبخ عندي وما بنعجق. وهلا رح بلش عبي التشيز بلاتر، حطيت عليه شوية فواكه، عنب نوعين وكيوي، هدول بحسهم بيعطوا شكل حلو على السفرة وكمان طيبين يتاكلوا مع التشيز. حطيت كذا نوع من الجبنة، في هاي الجبنة بيبي بيل طيبة كتير ودسمة. هلا مثل ما شايفين كتير حلو انك تجمع الالوان كلها مع بعضها، بتعطي شكل فريش على الطاولة. مازال وصلتوا لهالمقطع، بليز حطوا لي لايك وشاركوا الفيديو مع اصحابكم. في عندي هاي جبنة الأشقوان قطعتها مكعبات صغيرة، سهل واحد ياخد قطعة قطعة. حبيت ساويلكن هالفيديو حتى أعطيكن أفكار شو ممكن تساوي لضيوفكن على الفطور وبطريقة مميزة وتبهرون، إن شاء الله تستفادوا منه. وأكيد لا غنى عن جبن المثلثات لافاش كيري، بحبوها الكل وبالأخص الأولاد، سهلة عليهم بالأكل. وحطيت فوق زيتون أخضر محشي ليمون. في هذا الستاند اللي جايبته من علي اكسبريس، هو بيجي 3 مقاسات، انا استخدمت القياس الوسط تحت الجات الابيض، وهذا اصغر مقاس حطيت عليه شرايح جبنة البريزيدانت. هيدا النوع من الشرايح كتير رقيق، بدك تحاولي تشتغلي فيهن على مهلك حتى ما يتفتفتوا معك. فقطعتهم على مهلي على شكل مثلث، ورجعت مرة تانية قطعتهم وحطيتهم بهيدا الشكل اللي حتشوفوه هلا.
كمان حطيت الجوز او عين الجمل على الهوا ما بتسموه، مثل ما بتعرفوا انه كتير له فوائد انك تاكليه الصبح على الفطور. واكيد ما بيكمل الصحن بدون البندورة والخيار والليمون. انا مقطعة شرحات الليمون من قبل ومقسمتهم بهاي الطريقة، بعدين برمت طرف واحد فعطوني شكل الفيونكة. حتى الخيار مقطعته بشكل حلو، وحتشوفوه هلا شوي تاني بالفيديو حأرجيكم كيف قطعته بهالطريقة. وهلا تعال نشوف كيف ساويت الخيار وقطعته بهذا الشكل. اول شيء قمت الانزوعة تبع الخيار، بعدين قطعت قطعة تانية منها حتى تصير عندي المسافة شوي عريضة هون بالخيار. هلا انا ما حعرف اشرح لكم كيف ساويتها بالحكي، مشان هيك صورت لكم الفيديو حتى تشوفوا الطريقة. وهيك صار جاهز صحن تشيز بلاتر، ساويته بطريقة كتير سهلة وما أخذ معي وقت. شاركوني رأيكم بالتعليقات إذا عجبكم الصحن، بحب أسمع رأيكم الحلو. ساويت كمان باف باتسري بالزعتر والمحمرة، يعني بدل ما حط صحن زيت وزعتر على الطاولة ساويتن شي بيشبه المنقوشة. خلطت زعتر أخضر مع زعتر أحمر وشوية محمرة بس ما كتير حادة، وتبلتهم بزيت الزيتون. ومن بعدها حشيت الباف باتسري، بس حطيت الباف على بهيدا القالب مشان يعني تتسكر معي وما يطلع الزعتر لبرا بس. وخلصت الطريقة كتير سهلة وشكل حلو. انا استخدمت ماركت سويتز لانه مجربة كذا نوع فما كانوا يعجبوني، كنت لاقي انه العجين يجي ملزق على بعض، بينما هون حبيت انه حاطين بين كل طبقة وطبقة ورقة فسهل انك تتعاملي مع العجين وتشيليه بسرعة. وطبعا اكيد الشي اللي عم يزيد معي من العجين ما رح كبه، اخر شي حعجنه مع بعض ورقه بالشوبك وساويه حبة جديدة. وهلا من بعد ما خلصت هنا بيجوا 10 قطع بالعلبة، حرق بقية العجين اللي زاد معي، حرقه بالشوبك وشكله قطعة جديدة.
بعدين حطيت بصينية الفرن شوية زيت مازولا، وحطيت القطع وحطيتهم بالفرن لمدة ربع ساعة، ما بياخدوا أكتر من هيك، بتلاقي البف لحالة نفشت بسرعة. جايبة كرواسان سادة مشان أحشيه مثل ما بدي، عندي جبنة شيدر ومقطعة شرايح المرتديلا ومايونيز وخسة وكمان مخلل بخيار، بنصحكم تجربوه على فطور كتير طيبة. وهلا خلصت الكرواسان وجبت الصحن وزينته بالخس والجوز ورجعت حطيته على الطاولة. إن شاء الله يكون عجبكم تزيين الصحن. واخر شي ساويت فول بلبن، ما بيكمل الفطور بدون فول او تسائي، بس هالمرة عملت بس فول. وبهيك بكون خلصت مساواة الفطور وصارت جاهزة الطاولة عندي، وهيدا الشكل النهائي للطاولة. بتمنى تكتبولي رأيكم بالتعليقات ونطروني بفيديوهات جديدة كمان حتكون كتير حلوة، ولا تنسوا تشتركوا بقناتي وتدعموني. بشوفكن على خير حبايبي، بأمان الله، باي باي.